عليكم ومرحبا بكم في اي وقت. نقول لك شرف لينا باش تكونوا معنا وحاضرين معنا. بارك الله فيك. هشام، من البدايه نبدا مع الانضمام تاعك الى النادي الافريقي، هل حصلت رسميا على وثيقه التسريح من اتحاد الحرس؟ كل ما سي بون، سي اوفيسيال بكروي في كلوب افريكا. الحمد لله يا ربي، وين كانت شويه دي ديفيكولتي صراو مع بين اونت لي بريزيدون. الحمد لله يا ربي سهل البريزيدون، سهل لي بارات دي ليبراسيون تاعي. الحمد لله راني اوفيسيال في النادي الافريقي بوندون 3 ان شاء الله. نفهم الكلام تاعك ان الفرق التونسيه والبطوله التونسيه افضل من البطوله الجزائريه من حيث الامكانات، من حيث الملاعب، من حيث وفي المستوى ايضا. بالتأكيد، باسكو نشوفوا لي كلاب تاعهم شاكاني وين يلعبوا لا كوب دافريك، وين يروحوا اون فينال اون كارد فينال حتى الدومي فينال. لهنا تعرفوا لي لو نيفو تاع الكوب دافريك ولا الشامبيون التونسي راه راهم كيما نقول لك راه في لو بون فو. جيمري بيان كيما قلت لك لي كلاب الجزائريين يديروا كيما راهم دايرين لي كلاب التونسي ان شاء الله. نوليو الان باختصار هشام، من البدايه تاع هذاك المشوار الكروي البداية كانت في جمعية وهران المكون. كنت في جمعية وهران وين كاطرون وانا في ليكيب سينيور، بويسك انا نلعب جل نقول لك كالي كاتيغوري تاعي لعبتهم في لازمو، ولعبت كاطرون في اون ليكيب سينيور. من بعد السانكيام اني تاعي وين ريتاوني الميدا تيريسان تاني نشكرهم باسكو رديت معاهم سيزون مليحة وين كانوا دي بون سيفيني في تلمسان. ومن ابري تاني توجور قعدت سو كونترا مع هادي كي تاع جمعية وهران، وين تم عاودوا بريتاوني لي اس اماش. قبل ما نتحدثوا عن الاتحاد الحراش، نتحدثوا عن المنتخب العسكري وعن الكأس التي توجتوا بها في البرازيل. الكأس العسكري اون سي فري، اون 2011 دينا لا كوب دي موند ميليتير وين كانوا دي جوار يلعبوا اون ديفيزيون اون، وين الحمد لله يا رب بارتيسيبينا في لاكوب دي موند، وين الناس كاع ما كانش قارا فينا نديرو لاكوب دي موند. هذيك هي سي كنقول لك الحاجه اللي قادت لنا في خاطرنا كاع لي جوار اللي بارتيسيباو فيها، والحمد لله يا رب. نتحدث الان على اتحاد الحراج. القدوم تاعك كان في الصيف 2013، كنت حينها مدافع ايسر، كيف تم تحويلك الى مدافع محوري؟ سي دراسة شارف لي بالك اختاري الجوش، لقاني خير في الوكس، وين كيما يقول لك هو بروبوزا لي باش نلعب في الوكس. قال لي تلعب في الوكس دون دو زوان ولا دير كارير، قال لي باسكو شفت كيفاش تلعب، قال لي دون لوكس تلقى راحتك خير من الجوش. وين تلعب في المنتخب الوطني؟ هذه كلمة قالها لي، قال لي دون، قال لي تلعب عندي، قال لي تكون في الوكس، قال لي تلعب في ليكيب ناسيونال، وجابوا الخير ربي. ولعبت في المنتخب الوطني؟ السيزون تاعي الأولى لعبت في ليكيب ناسيونال. الحمد لله يا رب. لحد الان لعبت موسمين في اتحاد الحرس، كيفاش خذيت الموسمين هذو؟ في دو زون اللي عديتهم في لي اس اماش اكسترا اوردينار، باسكو المليحه القبيحه كاع جوزنا اونسومبل، كان عندنا جروب ما يتعاوش ماغري كيما يقول لك يسرا ليسرا ما يتعاوش لو جروب اللي عندنا سيتو لا سيزون اللي فاتت. لا سيزون هذيك هي اللي قالت لنا في راسنا اي جوار يلعب في الحراش تاع لا سيزون اللي فاتت يقول لك باللي لا سيزون تاع الحراش اللي فاتت حاجه كاع ما كانش ما كناش كاع قارنا ميم بيبليك، كان حاجه ما حاجه كبيره بالبيبليك تاع ياسر. والموسم ما قبل المنقاضي ضيعتهم اللقب لوفاق سطيف بفارق بضعه نقاط فقط. سي فري، ان بوان ماشي بضعه نقاط، ان بوان لونتونت. وين ليكيب اللي كانت عندنا بارمي كيما يقول لك لي ميو كلوب لي براتيكو لو بون فوتبول، غراس على الانترينر شارف لي ستاف تكنيك اللي علموا، غراس على ستاف تكنيك يسيت لو بعلم شارف اللي علموا دي جوال ما كانوش كاع يعرفوا يلعبوا، علموهم ورجعوهم للفلو نيفو. المدرب شارف بعد قضاء 6 سنوات في الحراش قرر المغادرة، هل ترى أن ذلك سيؤثر على الفريق الحراش؟ شارف 6 سنوات اللي فوتها في ليا صاماش، نقول لك سيزون هذوك دار فيهم كاع دي ريزولتا، باسكو ما نكذبوش على حنا ليا صاماش ما عندهمش لي موايا اللي عند لي كلاب الاخرين، باسكو كون عندهم لي موايا لي سيزون او مينيموم ياخذوا كا تيتر ولا يدوهم،
باسكو شارف لو ترافاي تاع شارف نيني موان يولو شاك راني لي ساماش تاع بارمي لي برومي دوزيام بلاص كاتريام بلاص سي ديجا بوكو لا غالب لي موان لي نقصوا الحراش باش يدو هذه لي سيزون يدو لي تيت يعود الى حين كتشارف وضغط انصار اتحاد الحراش خاصه في ملعب المحمديه كيفاش المباريات التي تلعبونها في الحراش تحس روحك ان جوار باش تلعب في لافيجلي باسكو افون بيبليك تاع لي ساماش يحب ليكيب تاعو ويحب الريزلتا بليزير باش تلعب ديفون بيبليك تاع لي ساماش هشام بصيف الماضي الشباب قاسم طينا وشبيبة القبائل عرضوا عليك مبالغ وراتب خيالي اذا لماذا فضلت اتحاد حراش؟ بدات لي جوا اللي يخلي لا ستابيليتي مليحه باسكو انا فضلت باش نكون في ياسامار كراس لونترينور مي البيبليك اللي كان يبغيني كان داري باش نزيد نقعد نولي في ياسامار بتاتا 90% من ودي تاع رجال بيبليك لونترينور شاف كل علاقه تاعك مع انصار اتحاد الحراش التي تدهورت نوعا ما هذا الموسم المقادم ما الذي حدث بالضبط؟ بون سي فري صرا مع لوطونديل بتات مع ماشي مع البيبليك تاع الحراش بتات مع لي ديريجون اللي كانوا افون اللي هما اللي بوسيو البيبليك تاع ياسامار باسكو البيبليك تاع ياسامار شعرو بالقوي بلي هو يحب ليكيب ويلعب بقلبه وكاع صرات مصرا مارطونزي مي الحمد لله ربي توجور بالقلوي في قلب في قلب البيبليك تاع الحراش وتوجور البيبليك تاع الحراش في قلب القلوي انت من اللاعبين الذين اثبتوا ولائهم للفريق والدليل على ذلك الاصابه التي تعرضت لها في درب بلوديه الجزائر على مستوى الفم وطبيب الفريق طلب منك الخروج لكنك اصريت على مواصله اللعب لماذا فعلت ذلك؟ تعرف لي صاماش الدربي تاع مع المولوديه هذاك لو ماتش تاع لا سيزون بتات تربح هذاك لو ماتش كما بول لي صاماش يدو شامبيونا ولا كوب داجيري انا ديسيديت باش ندي ديسيزيون باش نكمل لو ماتش باسكو مالغري لي دولي اللي كانوا فيه اي اون بليس سي انكور بير باسكو كان عندي فراكتير دوبل فراكتير في لا ماشوار وين كملت لو ماتش الحمد لله يا ربي من هذاك هي الفرحه تاعي كي ربحنا المولوديه باسكو البيبليك كان يستنى غير لا فيكتوار تاع المولوديه الموسم المقبل هشام بدايه صعبه تعثرت بالجمله بعدها عدتم بقوه في مرحله الاياب سي فري لي بروبليم توجور نعاودو لي بروبليم سي بروبليم فينونسيي باسكو ديبي تاع شامبيونان لا ماجوريتي دو جوار بتات كاع لي جوار لي مكانوش خالصين وين ترونوفلي تحس بلي ضيعت دراهم ورونوفليت على جال البيبليك وعلى جال لونترينار وين تجي كيما نقولو إدارة وين ما قدوش يلبوا طلبات اللاعبين وين كنا شويه الديبي تاعنا كان شويه ديفيسيل وين كاد في كاد ديفات وين اثروا علينا وحتى الشكل دخل لي جوار تاعنا ودخل البيبليك تاعنا والحمد لله يا ربي كيما نقول لك كاين اللي يكون عنده اونترينر وستاف تكنيك اونترينر كيما شارف ما يخافش ايش في مرحله الاياب واجهتهم فرق كانت مهدده بالسقوط وكثر الكلام عن ترتيب المباريات لكنكم اثبتتم نزاهتكم واثبتتم العكس ما الذي حدث في قبيل تلك المباريات مثلا مباراة شبيبة بيجار؟ دول لي ماتش اللي فتناهم لي كات ماتش كانوا ديفيسيل باسكو كنا حنا سي بون سلكنا من عطا وكانوا لي كلاب هادو اللي كانوا اللي كانوا اوبليجي باش يربحوا لي ماتش تاعهم هادو ميسير ولا وين الحمد لله حنا خرجنا رجال وكنا ولاد فاميليا وعندنا اونترينر اللي ما عندوش هاد السؤال وين كملنا كما قلت لك النزاهه تاعنا كنا بلي حنا رجال ونلعبوا البوله كلكو سوا الشبيبات بجايه ولا الشباب الوزداد ما يقول لك في الميدان هو صح نعود الان الى العروض التي وصلتك الصيف الماضي ولا هذا الصيف المناجر تاعك التونسي ذكر الوثيق قال بان 12 عرض وصلك حتى من انديه اوروبيه لماذا فضلت النادي الافريقي؟ فري بوتيت قلت لك البروجي تاع الكلاب افريكان اللي ريفيريت للكلاب افريكان كان عندي دي كونتاكت في الاوروب كان عندي شويه بيت جولف
ني جي بريفير انا بريفير مام ماناجر قلت له قلي نديرو دو سيزون ولا باسكو الكلاب افريكا ولا لو شامبيون تونيزيان على العينين تاع لي كلاب اوروبيان محطوطين عليهم في كيما نقولوا بغداد تشوف دار سيزون كلاس البيتير كاين دي كلاب اون ليغ 1 وليغ 2 في اسبانيا راهم يحوسوا عليه صافي دير كاين كيما نقولوا العينين محطوطه على الشامبيون تونيزيان سي بور سا هو لي شوازا باش نكونوا في كلاب افريكا بتات نعدو سيزون ولا دو سيزون بوكوا با باش نكون في ان كلاب في لوروب بصراحة هشام هناك من قال أنك فضلت الجانب المادي على الجانب الرياضي. بون شاك جوار يحوس الانتيري تاعه باسكو سي فري بتات نجم نقول لك جو سي با نقول لك بلي كلاب افريكان مد أكثر من ليسبيرونس ولا مد أكثر من ياسامر مي توجور الجوار يكون باش يبريفيري البروجي سبورتيف اون بليس دو سا لارجون باسكو رانا في هادي كيما نقول لك مكتوب يقدر ربي تكون بليسير ولا غراف مكانش اللي يشوف فيك كيما قلت بالقرب بالك اختار لي دو هذا هو مختار لي دو كنا تحدثنا مع والد زميلك يوسف الليلي قال لنا باللي تحدث معك واحد دارك من توقيع في انديه تونسيه لكي لا يحدث لك نفس سيناريو يوسف الليلي الذي عاش مشاكل كثيرة مع ترجي تونسي. غريت لقينا بثات كنا رايحين في فول واحد لتونس وين شوية باسكو باش قال لي باسكو صرا الولد له بروبليم تاع مع ليسبيرونس مي كيما يقول لك انا كانت ديسيزيون باينة بلي باش نسني في كلاب افريكان وهذيك ديت لا ديسيزيون وسني في كلاب افريكان. ولكن موقع انك بغداد بنجاح لم يحصل على ست رواتب حتى بعد البروز قامت إدارة الساحلي بتسديد رواتبه. بون هم بغداد باش نقول لك هذا البروبليم اللي عندها جو سي با مي جي سوي سير سارتان بلي بغداد كيما نقول لك سوسا كاع يبغو ابريف سي ماتش سيسبوندا والناس دارت مدارة عند جوار اجيري اترونجي داروا عليه مدارة باش يكون في التشكيلة تاعهم باش ينقصوا لهم العقوبة تاعهم كيل كو سوا ليتوار ولا ليسبيرونس ولا الكلاب افريكان توجور يبردو دي كرون كلاب. لو لم توقع في النادي الافريقي هل كنت مستعدا لتوقع في مولودية الجزائر والالتحاق بشرف مثل ما فعل عزي وعندو؟ بون بوتيت نجم نقول لك من نقعد في الحراش اكونديسيون مي نجم نقول لك من نسني في دي زوت كلاب باسكو كنت كان عندي دي كونتاكت اللي كنت حاب نسني فيهم وانا اذا كان ما كانش كان الكونتاكت تاع الكلاب افريكان كنت نختار باش نكمل السيزون تاعي في الحراج. في الختام هشام كلمه للانديه التي تنعرض فيها من بينها جمعيه وهران اتحاد الحراج وداد تلمسان. بون كيما يقول لك لي تروا كلاب اللي لعبت فيهم ان شاء الله بربي لا ريوسيت كيما نقول لك فرحنا الجمعيه تاعي اللي اللي طلعت من ديفيزيون مازال جامري بيان تقعد اون ديفيزيون اون باسكو ميريت لا ماجوريتي جوار الجيريان اللي لعبوا في دي كون كلاب في لاجيلي بيتيت كيما يقولوا لي جوار كاع خارجين من جمعيات وهران ان شاء الله بربي كيما يقولوا لك راه نسيت الجمعيات وهران حتى وداد تلمسان نتمنوا لهم ان شاء الله هذا العام نكون فيه الخير ونكون ان شاء الله لاكسيسيون ونتمنى الاتحاد الحراش باش تاني يدير السيزون يكمل في لي سيزون اللي فات عداو اللي فات ويكمل فيهم باش يكون ان شاء الله بربي كما لي سي سيزون اللي فاتو مع لونترينا شرف يكون ان شاء الله يلعبوا لي بريمير ان شاء الله. الهدف تاعك المقبل هو الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني ولاعب منافسه كاس افريقيا 2015 ان شاء الله كوا با باش تكون كيما نقول لك في الفيكتيف تاع نوفو انترينار باش تكون في الافكتيف تاعنا لا شام 2015 ان شاء الله بربي نديرو الترافاي تاعنا بون تيران جامري بيان كيما دي زوج جوار يستاهلو يميريتو باش يكونوا ليكيب ناسيونال جامري بيان باش نكونوا معاهم باش نشرفوا ليكيب ناسيونال. شكرا لك يا هشام. ميرسي. روح بون معايا كريم اللي عنده بوتيك تاع برشلونة عندي نبوزي لها الكاسيون علاش ديتني معاك برشلون كاري؟ عندي لك بريباراسيون خويا باش تبدا لا سيزون خويا باش ترى ليكيب ناسيونال لك ترى معايا برشلون خويا لك نعيك لك اللي نعيك في برشلون خويا
وانا بالك تمنيت باش ندير بريباراسيون مع شرف ومن ما نروحش مع برشلونة. لا ترى معايا ان شاء الله ترى. كنت وعدتو جولة سياحية. قلت له جولة سياحية بس انا راني نخدم على راهي ما نكذبش عليك. بصح انا عييتها شوية. انا عييتها معاه. درت لي زابيسي وستابيليزاسيون مع كريم في برشلونة خويا. وينهم الاماكن اللي حفظتهم في برشلونة خويا وينهم؟ قول لهم وينهم. والله لا حفظني كات بلاص وين فوتبول مانيا. فوت لوكال ونروح عند مغربين نتقهوا ونتعشوا ومعنا لو كرون ماناجير تاع افول تاع بغداد بونجاح وفيرني كليون هو اللي حول اللاعبيه من الجزائر حولهم من البطوله التونسيه والبطوله الاوروبيه ابراهيم معنا. واخويا انا ماناجير تاع هشام تاع بغداد بالمناسبه نحيي بغداد ونقول له بغداد خويا موصاش هذاك عم تقلعش خويا هي شباب خويا ما تعرفش مني بغداد تا خويا عرفني بلي ما بغيتش قلت له يقلع الموصاش نورمالمون نتمنى له النجاح بصح بلا موصاش. وعندنا واحد خويا زهير اللي معروف على الساحه الوطنيه والساحه الدوليه خويا وهو ثاني بارمي لي كرون ماناجير اللي راهم جايين راهم مع ابراهيم. حنا خويا رانا ديزابرونتي عند ابراهيم انا بريم ان شاء الله راني نضرب البعيد ان شاء الله على برشلونة. نقول له دي ماناجير كاينه حاجه نقولها اخونا على هشام ان شاء الله نتمنوا له التوفيق في تونس. انسان خدام وسيريو وان شاء الله بربي البارح شفنا الفريق الوطني ماشي بعيد عليه كاع في المنتخب الوطني ان شاء الله نتمنوا له كل خير واوروبا ان شاء الله تنشاف اوروبا ان شاء الله. مدام ابراهيم راه فيك تفاهه صاي راه واصل ان شاء الله. وعندنا لي كرون جوار قاقو لي فارمي لي زونسيان جوار تاع مونديال وهرا درتي لي مسيان اتحاد العاصمه ونقدمها لكم دار القاقو. انا كنت جوار في المولوديه كنت مليح رائع كانت عندي افونير دار بيا هاد مالاجا سمو ابراهيم قال لي غادي نديك لتونس من تونس راني قد راني غير دور معاه من كالوالو هادي هي قال لي اوروبا من كالوالو ماناش عارفين قال لي قاره ان شاء الله هاد العام فيها الخير ان شاء الله. احنا ان شاء الله بالمناسبه نتمنوا لهشام ان شاء الله تكون انطلاقه من الافريقي وان شاء الله فريق اوروبي والفريق الوطني ان شاء الله ان شاء الله. قولوا برك صحه. السلام عليكم ونصيحكم الصحة وصحة رمضانكم صحة رمضانكم ونشكروا الله شان الهداف اللي راه يدير فيه مجهود كبير ان شاء الله. هداف تي في انا شغل فور صحة رمضانكم صحة فوركم.